عصرنا الحالي أيضا يسأل رجل الدين أو المعلم في المدرسة من قبل الطلاب: هل نحن مجبورون في أعمالنا أم نحن مختارون في أعمالنا؟ هذه تعتبر من أصول مسائل علم الكلام أي العقائد. أول هذه السورة، سورة الشعراء، بعض الآيات تخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليش أنت هالقد متألم من عدم قبول الناس للإسلام؟ لعلك باخع نفسك، يعني لماذا تهلك نفسك يا رسول الله؟ اتركهم، الناس مختارون، إن أرادوا الهداية فالله يهديهم، وإن أرادوا الضلال والغواية فالله يتركهم وشأنهم، هم أحرار لا إكراه في الدين. بعد ذلك تأتي آية أخرى سنقرأها إن شاء الله، أنه إذا أردنا أن نخضع العالم كله في لحظة واحدة للإيمان نقدر إحنا. الله يقول إذا أردنا إن شئنا، الله يقول لرسوله في هذه الآية، مضمون الآيات التي سوف نتلوها: إن شئنا أن نخضع جميع العالم لقبول الإسلام إحنا قادرين على ذلك، ولكن سنة الله ليست هكذا، خلقنا الناس أحرارا في اختيار انتماءاتهم العقائدية، إما شاكرا وإما كفورا. هذه المسألة بالنسبة إلى الأشاعرة والمعتزلة من السنة، هؤلاء الأشاعرة ذهبوا إلى طريق خاطئ مع الأسف، لأنهم نظروا إلى بعض آيات القرآن نظرة أحادية إن صح التعبير، فرأوا أن بعض الآيات تدل على أن الله يجبر الناس، فقالوا بالجبر. شنو معنى الجبر؟ الجبر يعني أن الإنسان مجبور في أعماله، يعني أنت الآن جاي إلى مجلس التفسير أنت مجبور جاي، واللي رايح إلى مجلس الفسق والفجور أيضا مجبور. معنى ذلك الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه عند مقطوعة جدا عظيمة في نهج البلاغة سوف أتلوها عليكم، يقول بعد أي مسمى ما إلى الأسماء ما لها مسميات، يعني منو زين منو مو زين، أنت تقول رجل صالح ما تقدر تقول رجل صالح، الأسماء لا تدل على المسميات، رجل فاسق أيضا ما تقدر تقول لأن هذا مجبور خطيئة، القاتل الظالم مجبور أن يقتل المظلوم، هذا الأشاعر. المعتزلة اللي هم قلة في السنة في أهل السنة، هؤلاء قالوا بالتفويض، الله أي دخل ما له. أما نحن الشيعة الإمامية بفضل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم اهتدينا إلى أمر آخر، الأمر بين الأمرين.